الحقيقة التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية يعتبر نواة حقيقية ومشروع أول من نوعه، يعتبر بيتم تدشينه لأول مرة في مصر بالتعاون ما بين 4 جهات رئيسية وكافة السفارات المصرية الأفريقية الداعمة لهذا التحالف. أيضا الحقيقة هيتم تنفيذ وتطبيق العديد من الأنشطة التنموية في القطاع الطبي والدوائي من خلال التحالف المصري الأفريقي الطبي. هيتم تناول للدول الأفريقية تباعا بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان أيضا. شكرا.